grave. Oh. هذا الثمن ديالو 8000 درهم. 8000 درهم. هاي. بالنسبة لحول الله خير 4000 درهم، 4500 درهم وهي طالعة. 4000 درهم. هاي 8000. 9000 درهم كاينة يعني 9000. بالنسبة للأسمنة يعني بزاف الناس كنشوفوهم كيقولوا بأن الثمن زاد. يعني السبب ديال العالف وش غنقول لك يعني كساب بيع وشر راه مقصع. فهمتي كيف العلف غالي يعني واشكال اظنو خاله كانت كتم 90 درهم 95 درهم دابا كتم 12000 فرنك يعني درس 15 درهم في دقه يعني فهمت يعني الا جبتي واحد المقدار ديال العلف بزاف يعني كي فهمتي ما كيبقى والو يعني بالنسبه لا حسب 30 درهم 20 درهم يعني لا حسب فهمتي كيف على حسب الماكله ديالو في النهار المهم لا حسب العلف ديال حساب الحولي كان الحولي كبير يعني ياكل بزاف كان الحولي صغير غياكل واحد المقدار فهمت كاين شي بركه كاين هنا كاين بالنسبه للعيد فرق كبير فرق كبير بين العام اللي فات والعام هذا واش غادي نقول لك العام اللي فات ما كانش يعني هذا الغلاء هذا من الاول هو ماشي يعني كان الغلاء تاع الاخر فهمتي تبقى ثلاث ايام من العيد دابا راه الغلاء من الاول هو ماشي ما عرفناش هادوك هادوك كيقولوا ما صالحينش يعني كيقولوا ما كاينش بحال الغنم ديالنا القوى يعني الغنم ديالنا طبيعيه فهمت هذاك الخروف ديالو ما دوك ملي كيخلق كيخلق كيبقى في الكوري مربي يعني حتى كيكبر كيخرجوه ديريكت من الكورنا كيذبحوه يعني ما خدامش يبقى ياكل غير العرف ما صالحش هادو الحوالا يعني كيرعاو العشوب كيرعاو بزاف ديال الحوايج فهمتي كيفاش وكاين فرق كبير اه باش كتنصح الناس اللي باغا واش غادي نقول لك غيشريو حتى واحد ما غيبقى بلا شي وكلشي غيعيط بالدرويش باللي عنده باللي ما عندوش كيما شفنا عندكم السورديس بزاف يعني كتحس السورديس لا يعني لا حسب عاود كليان كاين كليان كيقول لك جيب لي السوردي يعني يكون مليحه ولا جيب لي فهمتي كيف كتجيب له الحولي اللي خصو هو وتجينا في السوق يعني اللي جا غيشري منك فهمت Yeah.